مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة بروجرا جيمر. اليوم انا نحكي عن الاكتيفيشن للويندوز 10. مشكلة كتار مننا بيواجهوها انه بعد فترة بيوقف اللايسنس كي تبع الويندوز 10 وبتطلع عندنا مشكلة الاكتيفيشن وبصير بطل فينا نتحكم بكثير امور موجودة بالويندوز، خاصة بالسيتنج بقلب الويندوز. بصير عندنا هيدي المسج على الديسكتوب: اكتيفيت ويندوز، جو تو سيتنج تو اكتيفيت ويندوز. طيب، اول شغله بدنا نتعلمها هي كيف فينا نعرف الاكسبايري ديت لللايسنس كي، امتى بتخلص في حال ما كنا منزلين الاوريجينال كوبي للويندوز 10. طيب اوكي، اول شيء حنفوت على الويندوز ار على الران كوماند ونكتب بقلبها هيدي الكوماند slmgr.vbs اللي هي اختصار لكلمه software licensing management، وبنحط اوكي وبنشوف الويندوز سكريبت هوست بتقلنا انه الويندوز اديشن تبعنا هو انتربرايز بيخلص الاكسبايري ديت تبعه ب 10/9/2021 بالضبط الساعة، يعني لهذا التاريخ انا بصير بدي ارجع اعمل شغل لايسنس كي جديد. اوكي، وهلا لحتى نعمل اكتيفيت للويندوز 10 بدنا نفوت على الكوماند ونعمل ران از ادمنستريتور. اوكي، حنفوت على الكوماند ونعمل ران از ادمنستريتور. اوكي، حنفوت نكتب هيدي الكوماند اس ال ام جي ار، مثل ما قلت لك اختصار اللي هي سوفت وير لايسنينج مانجمنت، بنكتب دوت في بي اس سبيس سلاش يو بي كي. يو بي كي اللي هي ان انستول للبريفيوس كي للكي وورد، وبنعمل انتر. اوكي، مثل ما شايف اعطاني uninstalled product key successfully، يعني محينا البرودكت كي القديمة. طيب هلا تاني وحدة اللي هي حندخل الكود الجديد او اللايسنس كي الجديد، حنحط slmgr slash ipk وبنحط الكود تبعنا. اوكي، الكود ليستس حسب كل فيرجن للويندوز حكون حاططهم بالديسكربشن. اوكي، انا حافتح هون وحنقي الانتربرايز، قلنا هيدا هو الكود، حنعمل كوبي اوكي بيست، بنكبس انتر، ننطر ليجينا نوتيفيكيشن مسج جديده. اوكي، عم بيقول لي انه الانستل برودكت كي سكسسفولي. اوكي، هلا بنروح على الكوماند الثالث، بنحط اس ال ام جي ار سبيس، حط اس كي ام اس K MS8.MSG guides.com. نحط انتر، ننطر نوتيفيكيشن. اوكي، عم بيقول لي key management services machine name set to kms8msguides.com successfully. اوكي، اخر كوماند بدي اروح عليها اللي هي slmgr space slash ato، حط انتر وبننطر النوتيفيكيشن الاخيره اللي حتجي اللي بتقول لي انه الويندوز 10 is activated. مثل ما شايف اعطاني activating windows 10 product activate successfully، وهيك بكون عملت activate للويندوز 10. خلينا نتاكد اذا رجع جدد لي تاريخ جديد لقدام ولا لا. حنفوت ويندوز ار ونرجع نكتب، مثل ما شايف صار عندي ل 14/10/2021، يعني كان عندي قبل شوي شفناه ل 9/10 زادوا ل 14/10/2021. وهيك بنكون حلينا مشكلة الاكتيفيشن للويندوز 10. بدك تنتبه بس اهم شغلة للكود او اللايسنس كي بتحطها حسب الفيرجن ويندوز 10 الموجودة عندك. مثل ما قلت لك على الويندوز ار ببين معك شو هي الويندوز فيرجن الموجودة عندك. ان شاء الله تكون استفدت من هذا الفيديو. اذا عندك اياها لهذه المشكلة ما تنسى سبسكرايب واللايك والشير وتفعل الجرس ليوصلك كل شيء
جديد.